اللي قدمت الشهيد الأب موجود صحيح مفيش كلام، لكن بحنية الأم اللي سهرت وصبرت وربت وقعدت من هو شالت 9 شهور، شالت 9 شهور وربت بعد كده لغاية لما بقى شاب أو راجل يعني، وبعدين قدمته لمصر. طب ما هو ده أصعب، أصعب إن الأم بعد كل ده تقدم ابنها وبعدين يعني يستشهد أو يصاب، وهو كان مال والعين زي ما بيقولوا، وبعدين يجي لها خبر إن هو استشهد يعني. فبرضه هي اللي قدمت. وحتى في الأزمات اللي احنا بتمر علينا والأيام بتاعتنا أيام صعبة، وأنا بعترف بده مش عشان أجاملكم ولا عشان يعني أطيب الخواطر، لا احنا احنا واحد. فمين اللي بتقوم بالدور ده برضه واللي شايله الشيله دي في البيت وبتعمله من غير ما اقول كلام؟ هي الست. فلما نيجي نبص الموضوع على بعضه كده نجد ان لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك، اللي عايز يتوقف قدامها يفهم، يفهم قد ايه ان الام دي بتعمل دور كبير جدا جدا. وكان من انصاف النبي اللي بيعلمه لنا انه يقول لك خلي بالك ان يعني، والقران يقول حملته امه وهنا على وهن، يعني مين يقدر يشيل شيله 9 شهور يمشي بيها؟ مش كتير، محدش الا الست يعني.